السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة لسه مكملين معاكم في قضية نيرة أشرف طالبة المنصورة. كلكم عارفين طبعا إن هي قضية رأي عام، وكل الناس اليومين دول ما بتتكلمش غير في القضية دي. والنهاردة يا جماعة أنا طالعه لكم قبل الجلسة بكام ساعة، الجلسة بعد شوية بتاعت محمد عادل، المفروض هنشوف هيتحكم عليه بإيه، هيقبلوا الاستئناف، هيقبلوا النقض، الله أعلم إيه اللي هيحصل النهاردة في الجلسة. وبإذن الله هجيب لكم كل تفاصيل الجلسة بعد ما الجلسة تخلص. إيه اللي حصل النهاردة قبل ساعات من المحاكمة يا جماعة؟ طلع أهل وجيران محمد عادل، فضحوا أهل نيرة أشرف يا جماعة طالبة المنصورة، وقالوا كلام والله العظيم صعب اتعمل في الوادي اللي هو محمد عادل ده يا جماعة، بجد كلام صعب بجد، حاجات حصلت. أحكي لكم كل اللي حصل يا جماعة. أهل محمد طلعوا قالوا إن أهل نيرة مسكوه قبل كده. مين من اهل محمد اللي ظهر؟ خاله يا جماعه طلع واتكلم وقال ان ابو نيره اشرف مسكه قبل كده وجاب له ناس ضربوه وكلوه علقه موت ومضوه على وصولات امانه قبل كده. ده خاله وقرايبه يا جماعه اللي طلعوا. جيرانه بقى لما سالوهم عن محمد عادل وايه اللي حصل وايه علاقته، يعني ايه علاقته بطالبة المنصورة، لان عيلة نيرة اشرف بيقولوا ان هما مفيش بينهم وبين بعض علاقة بتاتا. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعة ان الجيران طلعوا وقالوا ان الولد ده جماعة محترم متفوق، قالوا ناس محترمين، بيقولك ان الواد محمد عادل ده اهل عيلة نيرة قبل كده تحديدا، يعني ابوه جاب له بلطجيه وجاب له ناس المنطقه بتاعته وكانوا مش عايزين يضربوه ولا كانوا عايزين يعملوا له حاجه، كل اللي كان عايزينه من محمد عادل ان هم يمسكوه ويقلعوا لبسه ويلبسوه قميص نوم يا جماعه ويفضحوه قدام المنطقه. هو ده اللي حصل. اللي حصل ان اهل عيلة نيرة اتهجموا على محمد عادل وعلى بيت محمد عادل قبل كده، وكانوا عايزين يلبسوه قميص نوم يا جماعة ويفضحوه قدام المنطقة كلها. طبعا الجيران بيقولك ان هم حاولوا يبعدوهم او حاولوا يفكوا المشكلة، لان عنده اخوات بنات وعنده امه وابوه متوفي. فطبعا الجيران يا جماعة عشان عارفينهم ناس محترمين وقفوا معاهم. بيقولك من اللحظة دي والواد اتكسر وعينه بقى ماشي، عينه مزلولة في الأرض بسبب اللي حصله، بسبب إن أهل عيلة نيرة وقفوا وقعدوا يقولوا له إن هما هيقلعوه يلبسوه ست وإن هما هيعملوا فيه ويسووا فيه، وشتموه بابوه اللي مات وشتموه بأمه وإخواته البنات، وقالوا فيهم أجزر الكلام يا جماعة عند منطقة أهل محمد عادل قاتل طالبة المنصورة. مش معنى كده يا جماعة ان انا بدافع، او مش معنى كده بقول لكم ان هو بريء، لا يا جماعة انا بحكي لكم بس اللي حصل. طبعا الجيران طلعوا قالوا الكلام ده وفضحوا الموضوع ده، لان ما كانش في اي ظهور، يعني كان اهل محمد عادل ممنوع ان هم يظهروا، حتى الجيران ما كانوش راضين يظهروا. ظهروا قبل الجلسة بكام ساعة وقالوا كلام يا جماعة، قالوا ان البنت نيرة اشرف دي كانت بتف على وش محمد عادل لما كانت بتشوفه في الكلية او في الجامعة، كانت بتف على وشه وكانت بتستهزأ بيه وكانت بتقوله يلا يلا امك يلا يلا اختك يلا يلا ابوك، وكانت بتهزأ بكرامته الارض. كمان ابوه يا جماعة، ابوها كان بيجيب له ناس وبيروح منطقته وكانوا عايزين يقلعوه هدومه قدام الناس ويلبسوه قميص نوم. وهو ده الكلام يا جماعة اللي حصل من قبل القضية ومن قبل الحكم في القضية. وكمان يا جماعة في موضوع فريد الديب اللي كلكم عارفين ان هو هيمسك القضية، بيقولك ان هو هيكتب مذكرة النقض في قضية محمد عادل. تفتكروا فريد الديب يا جماعة بيمسك قضية الا اذا شايف ان في ثغرة او كم ثغرة ان هو ممكن يخرج موكله، او ان هو ممكن يخفف الحكم عن موكله؟ طبعا هو عمره ما هيخرج، لكن هو هيخفف عنه الحكم. النهارده بيقولك ان هو هيكتب مذكرة النقض. عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه،
اول ما الحكم بينزل على قضيه زي دي او قضيه راي عام او قضيه كل الناس بتتكلم فيها بيبقى اقصى عقوبه، وبعد كده لما بيتعمل نقض او استئناف العقوبه بتتخفف. طبعا بيتقدم مستندات وبيتقدم شهود، الشهود دي لو راحوا شهدوا في المحكمه ان اهل نيره عملوا كده يا جماعه، راحوا هناك منطقته وكانوا عايزين يقلعوه هدومه، والبت كانت كل ما تشوفه كانت بتدف على وشه وتقول له يلا يا اللي عيلتك، يلا يا اللي فيك، كانوا بينزل يعني زي ما بيقولوا كده عايزين يكسروا عينه. فعلا نجحوا ان هم يعملوا كده. الواد كان بيمشي موطي دماغه في الشارع وموطي دماغه قدام الناس اللي في منطقته، لانه هم فعلا فضحوه فضيحه ما بعدها فضيحه. امها ام الواد محمد عادل ده نزلت كانت هتبوس رجل ابو نيرة اشرف لما جاب بلطجية وكان عايز يعمل كده في ابنها قدام الناس يا جماعة في منطقته. امه نزلت وقعدت تبوس على رجله وقالت له حقك علينا، ابني مش هيتعرض لها تاني. عشان كده ابو نيرة خد البلطجية، وكمان الجيران يا جماعة حاشوا وكانوا بيدافعوا على محمد عادل وعيلة محمد عادل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أول ظهور لعيلته قالوا كلام يا جماعة ما ينفعش يتقال، قالوا إن البنت كانت بتخليه يعمل لها الأبحاث وكانت بتخليه يعمل لها مواضيع، يعني كان بيغششها عشان تنجح. بيقولوا إن البنت محمد عادل كان عامل لها قبض شهري كانت بتاخده كل شهر منه تحت مسمى إن هما يتخطبوا أو تحت مسمى إن هي هترتبط بيه، فكانت بتضحك عليه. بيقولك إن الواد ده ملوش أي تجارب، ملوش أي علاقات، الواد ده ما بيفكرش في أي حاجة غير في مذاكرته، والبت دي هي اللي وقعته وهي اللي فضلت تضحك عليه وتقوله إن هي هتتجوزه أو هتتخطب له. عشان كده الواد كان بيساعدها، وعشان كده الواد كان بيقف جنبها لا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما بيقولوا كده يا جماعة مصت دمه ورمته. طبعا مفيش مبرر للقتل، عشان الناس المريضة اللي بتدخل تقول لي أصل انتي بتدافعي، مفيش مبرر للقتل يا جماعة. أنا بس بوفيكوا بكل جديد إن شاء الله. الجلسة بعد شوية هنعرف مصير محمد عادل إيه يا جماعة، إذا كان الاستئناف هيتقبل أو إذا كان الحكم خلاص صدر بالإعدام أو أيا كان الحكم، هطلع ووفيكوا بكل جديد. ده بس الموضوع عشان بس نكون فيه شفافية وما يكونش فيه كذب، زي ما طلعنا وقلنا حق نيرة يرجع وهو قاتل وهو فيه وهو عليه، لازم نطلع ونوفيكوا بكل اللي كان بيحصل للشاب ده وكل اللي كان بيحصل لعيلة الشاب ده. الشاب ده يا جماعة زي ما كانوا بيقولوا الجيران اتظلم واتمسح بكرامته وبكرامة أهله الأرض من أهل عيلة نيرة أشرف. لا حول ولا قوة إلا بالله، مفيش مبرر للقتل حتى لو كان عمله في إيه. أنا مستنية رقم 3 على الفيديو ده، وبعد شوية هنزل لكم الحكم.